السلام عليكم شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. اليوم الخميس 5/8/2021، قناة سوق المواشي في سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أخواني، هذا الحلال الطيب لأخونا أحمد القيسي من المملكة العربية السعودية. تحياتي لكل متابعينا من كل مكان، وخصوصا المملكة العربية السعودية. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الغنم أسعارها غالية طبعا، هنا المملكة هذه. هذا لون أدهم، وهذه اللي جنبها هذن عيالهن، يعني ذول عمرهم 3 شهور ما شاء الله، يعني ضخامة. خروف نجدي جذع، نجدي يجي طبعه هدي ما يتحرك. هذه غنم جلد، وهذا نب خروف نجدي ثني. طبعا يعني في معهن خرفان ربايط مربوطات، يعني في غنم طيبة يعني، وفي غنم عادية، في غنم عادية يعني. خروف سواك له تعريف معرف يعني صنف. هذا الخروف يعني مروح ولسانه سعو جذع، ما هو ثني ضخم يعني، جبر جباره طيب، حيل جبار، راس وجرم طيب. هذا السواك المهجن بنجدي. هذه غنم صنف، هذه الدهم لونها ادهم، هذن طبعا عيال. هذه الغنم هذه جبرة، شوف الخروف ما شاء الله، هذا بعد عمره 10 شهور. الطلي هذا بعد فحل مخلينه، هذا راس وراس طيب يعني صنف. طبعا هاي غنم رغايف، هذول عيالهن. طبعا اخواني، هاي نظرة سريعة على حلال اخونا المربي احمد القيسي من المملكة العربية السعودية. الله يجزيه الخير ويبارك فيه، ما شاء الله تبارك الله، حلال طيب. نوادر الاغنام العربية، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ولسه موعودين بفيديوهات افضل واطول من عند اخونا احمد القيسي. الله يجزيه الخير ويبارك فيه ويجزيكم الف خير ويبارك فيكم اخواني، الله يكرمكم.